بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم أن يقدموا لكم محاضرات الدورة التوجيهية تحت عنوان إرشادات وتوجيهات للشباب والفتيات، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع إحدى محاضرات هذه الدورة، وهي بعنوان الصديق حامل مسك أو نافخ كير، لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التويجري. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم لك الحمد أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا. لك الحمد ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد حتى ترضى وبعد الرضا. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه وترضاه، ونسألك بمنك وكرمك ورحمتك كما جمعتنا في هذا البيت المبارك أن تجمعنا في مستقر رحمتك وفي دار كرامتك في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما بعد، معاشر الأحبة، موضوع هذا اليوم موضوع يمس حياة كل واحد منا، لأن الإنسان مدني بطبعه، يحب المؤانسة والمجالسة، ويألف مخالطة الناس ويرغب فيها، ولا يشد عن هذه القاعدة إلا النادر القليل من الناس ممن أصيب بمرض نفسي وحصل عنده انطواء وانعزال، وربما ولربما أدى به الأمر إلى شيء من الوسوسة والهلوسة، إن كان اعتزاله على غير علم، وإنما رغبة منه في الانقطاع عن الناس خيرهم وشرهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ف
فالجليس معاشر الأحبة بالنسبة للإنسان جزء من البيئة التي تكون شخصيته، فالبيئة التي تحيط بالإنسان هي أسرته وأهله وعشيرته ومجتمعه، ولكن للجليس تأثير أيما تأثير، فهو جزء من هذه البيئة التي يتكون فيها الإنسان، فإن كانت بيئة طيبة نشأ نشأة صالحة ونشأ نشأة حسنة توصله إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وإن كانت هذه البيئة موبوءة فإنه يمرض ولا شك، ولربما أدى به ذلك المرض إلى الهلاك والتلف، سواء كان هذا الهلاك والتلف حسي أو معنوي. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول في الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ليس هناك جليس ثالث، فالجليس إما شبيه بحامل المسك أو شبيه بنافخ الكير، وما دمنا اتفقنا على أن الإنسان بطبعه يألف المجالسة ويألف المخالطة، فليس أمامه إلا أحد طريقين: إما طريق الجلساء الأخيار، وهو ما يصنفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الجليس الصالح، وإما طريق يسلكه الجلساء الفجار، وهو ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والجليس السوء. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح مثل الجليسين فيقول: كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يهديك هدية، غالبا باعة الطيب إذا زرتهم في محلاتهم غالبا ما يهديك ولو حتى أن يطيب ثيابك بطيب يسير، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه، وعلى أقل الأحوال وإما أن تجد منه ريحا طيبة. محلات بيع المسك والطيب تستقبلك الروائح الطيبة، لأن المخزون والموجود في هذا المحل إنما هي أطياب، فعلى أقل الأحوال أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير وهو الحداد، إما
أن يحرق ثيابك؟ والكير معاشر الإخوة هو منفاخ الحداد الذي ينفخ به النار كي يزداد أوارها وإضرامها. وقيل إن الكير هو التنور الذي يشعل فيه النار ويوقد فيه على الحديد، إما أن يحرق ثيابك بسبب ما يتضاير من الشرر الناشئ عن النفخ، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة. أقل تقدير أن تجد منه ريحاً خبيثة، ناهيك عما بين إحراق الثياب والريح الخبيث من تدنيس الملابس، من كل ما يصيبك من جراء وجودك في هذا المكان الموبوء، المكان الذي لا يأتي إليه الإنسان إلا وهو مستعد لهذا الوسخ ولهذا القدر. ولذا صاحب الكير لا يتزين بألبسة نظيفة وملابس جميلة، لأنه يعرف ما هو المصير داخل هذا المكان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حين يضع الوصف للجليس، ما وضع الوصف للصديق، ما قال مثل الصديق ولا مثل المحب ولا مثل الخليل ولا مثل الأخ. وهنا لفتة، فاختيار الجليس دون غيره من درجات المعاشرة والرابطة التي تكون بين الناس، أولاً أن الجليس أعم من الصديق والمحب والخليل والأخ، فليس كل من جالسك فهو صديق لك، وليس كل من جالسك فأنت تحبه وتأنس به وتكن له المودة. قد تجالس مجاملة من تكرهه وتكن له العداوة. فليس كل جليس صديق. أنت تجالس مئات من الناس، ولكن أحبابك منهم جزء يسير، أصدقاؤك الذين تودهم وتحبهم. فلماذا اختيار وصف الجليس ما دام أنه بهذا المستوى المتدني من العلاقة؟ السبب والله أعلم أن المجالسة هي العلامة الظاهرة لوجود علاقة بين اثنين. إذا كنت أنت في بيتك وصديقك في بيته، فنحن لا نستطيع أن نحكم أن هناك علاقة بينكما، لأننا لم نطلع على ما في القلوب من محبة ورغبة ومودة. لكن من خلال المجالسة، ولا سيما المجالسة المستمرة والدائمة، نحكم بأن هناك علاقة. وكلما كثرت هذه المخالطة والمجالسة، كلما اقتنعنا بأن العلاقة قوية بينكما. أمر آخر، أن المجالسة هي أول المراحل في جسر العلاقة بين الاثنين.
أول ما تبدأ العلاقة بالمجالسة، أنت قد تحب إنسانا من خلال ما تسمع عنه أو من خلال رؤيته، لكن هو قد لا يبادلك نفس المحبة، أو هو قد لا يعرف أنك تحبه وتوده وتشتاق إليه. فنحن نحب الصالحين ونحب العلماء ونحب أهل الخير، لكن هم قد لا يشعرون بهذه المحبة منا، قد نكون نحن في قطر وهم في قطر آخر. لكن تبدأ العلاقة والصداقة، تبدأ أول مرحلة من مراحل العلاقة، أول مرحلة من مراحل جسر العلاقة بين الاثنين هي المجالسة. ولذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل وعلى هذه القاعدة. يعني من هنا تبدأ مرحلة، أو يتكون ما بعد هذه المرحلة من مراحل، وقد تثمر هذه المجالسة كما تلاحظون، قد تثمر صداقة، أخوة، محبة، خلة. وحينئذ تصبح هذه المحبة تلامس شغاف القلب، ولا يستطيع الإنسان أن يتخلص من آثارها ومن جاذبيتها. فإن كان هذا المحب الذي بدأت محبته أولاً بمجالسته، فإن كان سيئاً خبيثاً شريراً قادك إلى الهلاك، لأنك لا تستطيع مفارقته، لا تستطيع معصيته. وهذا معروف، أليست هذه المجالسة التي تتطور إلى صداقة وأخوة ومحبة قد تصل إلى هيام وعشق، ويصبح هذا العاشق وهذا المحب كالخاتم في إصبع هذا المحبوب، وكالريشة في مهب الريح؟ أليس مجنون ليلى الذي هام عشقا بها، بلغ به الغرام والمحبة والعشق، إلى أن قال أبيات كان منها قوله: أصلي فلا أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت العشاء أم ثمانية، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي. هذه الحالة قد تحصل، وقد يحصل ما هو أقل منها، لكنها تبدأ أولاً بين الإنسان، تبدأ هذه المرحلة الخطيرة بدأت أولاً بلقاء ومجالسة، ثم انتقلت هذه العلاقة بعد أن كانت ظاهرية مجرد جلوس وإلف ومخالطة، انتقلت إلى القلب، وتمكنت قليلاً قليلاً. فإن كان هذا الجليس الذي بدأت معه هذه المرحلة إنساناً صالحاً خيراً مفيداً، سار بك بإذن الله إلى ميدان السعادة في الدنيا وإلى دار الفلاح والنجاح في الآخرة، وإلا قادك إلى مستنقعات وبؤر الرذيلة والفساد في الدنيا وإلى دركات النار في الآخرة. من الصالحين من تزوج امرأة مبتدعة فغيرته فصار مبتدعا، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
مثل الجليس، فليس كل من جلس معك مرة أو مرتين يسمى جليسا. الجليس هو الذي تكثر مخالطته ويكثر جلوسك إليه، وهذا هو الذي غالبا ما يحصل معه التأثير. أما الذي تخالطه مرة مرتين وتنتهي، هذا ليس له تأثير يذكر. لكن المشكلة مع هذا الجليس الذي تدوم وتستمر مجالسته، هذا هو الذي ينبغي أن تتحرى أن يكون من يغذيك، من هو في الواقع كالغذاء أو كالدواء الذي تدفع به الأمراض ويحصن به الجسم من الأوباء. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لصاحب صالح خير من الوحدة، والوحدة خير من صاحب السوء. كما ذكرت لكم آنفا، الاعتزال يكون خير إذا كان على علم وإذا كان لسبب مقبول. أما تعتزل الناس وهم على خير وهم على صلاح، فهذا فيه خطورة، أن يلعب بك الشيطان وأعوان الشيطان. يقول رضي الله عنه: وَمُمْلِي الخير خير من الساكت. هذا الجليس الذي تجلس إليه، الذي يملي عليك الخير قولاً وفعلاً، خير من الجليس والصديق الساكت. والساكت خير من مملي الشر. وابن القيم رحمه الله قسم الخلطاء والجلساء إلى أربعة أقسام: قسم مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه ليلا ولا نهارا. يقول رحمه الله: وهذا الضرب، يعني هذا القسم، أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله وأمره ونهيه ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطته الربح كله، لكن من يتيسر له ذلك؟ من يتيسر له أن يختار من الأصحاب من هم بهذه الصفات؟ أما القسم الثاني عند ابن القيم رحمه الله فقال: قسم مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، وهم من يحتاج إليهم في المعاش والرزق والعلاج ونحو ذلك مما تقوم به الحياة، فإذا قضيت الحاجة منهم بقيت مخالطتهم من القسم الثالث الذي سيذكره. أما القسم الثالث فمخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه، وذكر من هؤلاء من مخالطته حمى الروح. من هذا القبيل ومن هذا النوع من مخالطته تصيب الروح بالحمى. قال: وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصا على قلوب السامعين.
مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يحدث من فيه كلما تحدث، يعني لا تتحدث أفعاله، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. أما القسم الرابع فقال: قسم مخالطته الهلك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق، وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها. وبالنظر إلى هؤلاء الناس الذين نخالطهم ونجالسهم نجد أنهم على مراتب وعلى درجات، فتبدأ المرحلة الأولى بالمجالسة كما أسلفت قبل قليل، ثم قد يتطور الأمر لما تقوى وتكثر وتدوم هذه المجالسة تتطور إلى صحبة، والصاحب هو المرافق الملازم الذي يلازمك أكثر وأكثر، ومنه سمي الصحابي بذلك لطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في حق الوالدين: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولطول معاشرة الزوجة لزوجها تسمى صاحبة، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وهنا يكمن اختيار الزوجة أو حسن اختيار الزوجة وحسن اختيار الزوج، لأنه أطول عشير للإنسان. ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، لكن بدل أن يخاطب أو أن يتحدث عن أن الأمر مجرد مجالسة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر أكبر من ذلك، وإن كان يشتمل على مجالسة طويلة ومخالطة طويلة بين الزوج وزوجها، بين الزوج وزوجته، وبين الزوجة وزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، لأنها ستعاشرك طويلا وستجالسك طويلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي موسى: مثل الجليس الصالح، وهي أطول معاشرة ومجالسة لك من صديقك ومن حبيبك وحتى من خليلك. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أكثر أصحابه معاشرة ومخالطة له،
يقضي معهن أكثر وقته. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الزواج نبه إلى أن القرين لا بد أن يكون صالحا ذا استقامة وذا دين، وإلا فلا يؤمن أن يؤثر عليه، ولا الإنسان يبرئ نفسه أو يرى لها العصمة والسلامة. فكما أسلفت قد تكون هذه المحبة لها تأثير وضغط على الإنسان بحيث يميل وينجرف وينحرف قليلا قليلا تجاه ذلك المحب، وغالبا ما يكون هذا المحب أو غالبا ما يحصل تجاه الزوجة، فهنا يحصل التأثر والتأثير لشخصية هذا الإنسان. ثم يتبع ذلك تربية هؤلاء الأولاد الذين هم أمانة في عنقك وأنت مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تختار لهم البيئة الصالحة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الزوجة أن تختار جليساً وعشيراً وخليطاً صالحاً، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي لفظ دينه وأمانته، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن فحتى الزوجة يجب عليها أن تجتهد في اختيار هذا العشير وهذا الجليس الذي ستطول معه مجالستها بقية العمر، إن الله سبحانه وتعالى وفق بينهما. فلا بد أيضا أن يكون على درجة من الصلاح والاستقامة بحيث يكون بإذن الله باب خير تأمن شره وتأمن ضرره. ثم قد تتطور العلاقة بين الجليسين لتصبح صداقة، والصديق هو من أخلص في مودته لك. ثم يتطور الأمر فتصبح خلة، والخليل هو الصديق المختص بك الذي تخللت محبته القلب فصارت خلاله، أي في باطنه، وهو أعظم الجلساء والأصحاب تأثيراً على الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني تنبه أيها المسلم، ذلك الطريق الذي بدأ بالمجالسة قد ينتهي بالخلة، ومن ثم هذا الخليل يتحكم حتى في دينك وفي استقامتك، فإن كان صالحا قادك إلى الفوز وإلى الخير، وإن كان طالحا سيئا فاسدا قادك إلى ما يألفه وما يواقعه، لأنك في تلك الحال زمامه أو زمامك بيده، ولا تستطيع مخالفته أو حتى أن تصنع شيئا يكرهه. إن المحب لمن يحب مطيع. لأجل ما يترتب على هذه المجالسة وهذه الصداقة والمحبة من آثار،
أذكرها أو أذكر بعضا منها الآن. وجه النبي صلى الله عليه وسلم لاختيار الجليس الصالح الذي يحقق لك المصلحة حاضرا ومستقبلا دنيا وأخرى. فمن أبرز آثار هذا الجليس التي تظهر على جليسه وتظهر عليك القدوة، كما مر علينا في حديث المرء على دين خليله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهك أيها المسلم أن شخصية هذا الجليس التي تطورت مع مرور الوقت قد تصبح قدوة لك، قد يصبح هذا الإنسان محل اقتداء لك في سلوكه، في أخلاقه، في طباعه. وحينئذ لا بد أن تؤسس لهذه النهاية، لأنك حين تصل إلى تلك المرحلة قد لا تستطيع أن تدفع تلك الآثار وتلك التأثيرات عن نفسك. ولذا يقول الشافعي رحمه الله: وما يبقى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا للتأسي. من الآثار أيضا الحسنة إصلاح جليسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجليس الصالح كحامل المسك، يعني قد يسدي إليك صلاح ولو يسير، وهو أن تجد منه ريحا طيبة، ناهيك عن كونه يحذيك أو تجد أو تبتاع منه. ولبيد بن ربيعة رضي الله عنه يقول: ما عاتب المرء اللبيب كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. والبحتري يقول: يعجبني في الخليل تكريره النفع، وخير الخلائق من نفعك. أيضا من الآثار الحسنة والتي ربما تنقلب إلى سيئة قوة الرابطة بين الجلساء، لكنها بين الصالحين تدوم بخلافها بين جلساء السوء، لأنه ليس عندهم مبدأ وقاعدة العلاقة بينهم هشة، قاعدة مصالح، قاعدة شهوات، كما سترى في الآثار القادمة كيف أن هذه العلاقة عند أدنى مؤثر أو عند سبب تافه قد تنقلب إلى عداوة، وقد تنفصم هذه الأواصر. ولذا يقول ابن حبان رحمه الله: العاقل يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار، لأن مودة الأخيار سريع اتصالها بطيء انقطاعها، ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها. وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، وهذا ملاحظ، لما تجالس الأشرار وتطيل المجالسة من خلال ما تسمع منهم يبدأ يداخل قلبك الشك تجاه أهل الخير وأهل الصلاح، ولو لم يداخلك ولو لم يداخل قلبك من الشك إلا مجرد شعورك بجفاء أخلاقهم وخشونة طباعهم وغلظهم
وهذا ما ذكر بعض الإخوان الذين فتح الله على قلوبهم، قالوا كان عندنا هذا الشعور تجاه الأخيار أنهم جفاة غلاظ، ناهيك عن أنه ربما يسرب إليك أولئك الأشرار إلى قلبك من الشكوك تجاه هؤلاء الصالحين من أنهم أهل نفاق، جعلوا الدين سلماً لمصالحهم ولشهوات الدنيا وما يرجون تحقيقه. وهذه الشكوك إنما وصلت إلى قلبك بسبب مخالطتك لهؤلاء الأشرار ولهؤلاء الفجار الذين استهنت بمجالستهم ولم تشعر بتلك الآثار التي سرت إلى قلبك. يقول: وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومن خادن الأشرار، والمخادنة صداقة قوية وعلاقة مكينة، ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. وهذا ملاحظ، فأنت إذا خادنت وقويت علاقتك بهؤلاء الأشرار فإنه قد تحل بهم عقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية فتكون في جملته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأقوام يخسف بهم فقيل: يا رسول الله، كيف بأسواقهم وخدمهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم، لكن ما يسلم من العقوبة. فالذي يخادن ويجالس ويخالط هؤلاء الأشرار لا يأمن على نفسه العقوبة في الدنيا، ناهيك عن الآخرة. أيضا من الآثار التي تحصل للجليس من جليسه مداراته ومجاملته حتى وإن كان على الباطل، مما يعود عليه بالضرر القاصم للظهر أحيانا. فهذا أبو طالب، النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند رأسه وهو يحتضر ويقول له: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. ثم يلتفت على جلسائه أبو جهل وفلان وفلان فيقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وروحه تقعقع: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ثم يلتفت إليهم فيقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ولذا مع كونه مع تلك الجمايل التي فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع حرص النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مع ذلك لأنه مات على الشرك من تأثير هؤلاء الجلساء. وإلا فاليهودي جار النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة شهد شهادة التوحيد فأصبح من أهل الجنة بعد ما كان من أهل النار. انظر أخي الكريم كيف تأثير الجليس، قد تكون منه كلمة واحدة توردك موارد الهلاك. ولذا فأبو طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، خالد مخلد ما دامت السماوات والأرض. أيضا من الآثار أن صحبة الجليس السوء تورث التهمة والشر. يقول ابن حبان رحمه الله أيضا: فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا، فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير كذلك صحبة الأشرار تورث الشر، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وكل جليس لا يستفيد منه المرء خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته.
ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم. وقال عبد الواحد بن زيد: جالسوا أهل الدين من أهل الدنيا ولا تجالسوا غيرهم، فإن كنتم لابد فاعلين، يعني إن كنتم ستجالسون غير أهل الدين وغير أهل الاستقامة، فجالسوا أهل المروءات فإنهم لا يرفثون في مجالسهم. والرفث أو الرفث هو الفحش من القول أو الفعل، فالإنسان الذي لديه مروءة تصونه مروءته وترفعه عن أن يتدنى إلى تلك الفواحش من القول أو الفعل التي تسمعها في مجالس الأشرار وفي مجالس السيئين من اللعن والسب وفاحش القول وبذيء الكلام. والجلساء الصالحون الصادقون قلة، فلا بد من الاجتهاد في البحث والتحري عنهم. يقول الشافعي رحمه الله: عمرت الدهر ملتمسا بجهدي، أخا ثقة فألهاني التماسي، تنكرت البلاد ومن عليها، كأن أناسها ليسوا بناسي. وتقدم قول ابن القيم رحمه الله أنهم أعز من الكبريت الأحمر. ويقول محمد بن عبد الله البغدادي: عليك بإخوان الثقات فإنهم قليل فصلهم دون من كنت تصحب، ونفسك أكرمها وصنها، فإنها متى ما تجالس سفلة الناس تغضب. أورد لكم جملة من صفات الجليس أو الجلساء الصالحين على عجل. فمن صفات هؤلاء الجلساء التي وردت في النصوص والآثار التقوى والاستقامة، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، بعد أن قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا بد الإنسان أن يصبر نفسه مع هؤلاء الجلساء الصالحين رجاء تلك الثمار الطيبة التي يرجوها في النهاية وفي العاقبة. يقول مالك بن دينار رحمه الله: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص، وهو حلواء كانت مرغوبة تصنع من التمر والسمن. يقول: خير من أن تأكل الخبيص مع الفجار. أيضا من صفات الجليس الذي ينبغي أن نبحث عن من يتصف بها العقل، لأن العدو العاقل خير من الصديق الأحمق الذي يريد أن ينفعك فيضرك، لأنك العدو أنت على حذر منه، لكن مشكلتك من هذا الجليس ومن هذا الصديق ومن هذا الملازم لك الذي قد يضرك من حيث يظن أنه ينفعك. أيضا من صفات الجليس السلامة من الهوى، كما سلف في الآية من قوله سبحانه وتعالى: واتبع هواه. أيضا من الصفات انضباط أمره بحيث لا يكون مشتت ضايع في حياة التائه، لا، لابد أن تختار من الجلسة ومن الأصدقاء من يكون منظم في حياته حتى يعني تنضبط حياتك ولا يضيع وقتك وعمرك وإمكاناتك وطاقاتك. أيضا من الصفات الصراحة في قول الحق، فيوسف عليه الصلاة والسلام لما سأله صاحباه في السجن عن الرؤيا أعطاهم الأمر أو أعطاهم الجواب الصريح دون مجاملة، فقال لأحدهما: أما أنت فتسقي ربك خمرا. وبالطبع معنى هذا أنه سيتبوأ مكانة عالية بعد هذا السجن الذي عوقب به، وأما أنت الآخر فتصلب فتأكل الطير من رأسك، فاستعد وأعد لهذا الأمر.
فهذا هو الذي ينبغي في الجليس أن يكون صريح. ولذا صاحبي الجنتين في سورة الكهف عرفه بصاحبه بالانحراف الذي وقع فيه، حتى قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يعني أخبره أن هذا الكلام نهايته انحراف وكفر، وأنه سيؤدي إلى هلاك ودمار لهذه الجنة التي فرح بها وهذا البستان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما فسر رؤيا، قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فهذا هو الذي ينبغي في هذا الجليس وهذا الصديق أن يكون عنده صراحة ووضوح وعدم مجاملة في الحق، حتى لا يخفي عليك الصواب. أيضا من الصفات المطلوبة في هذا الجليس الأمانة، حتى يحفظ السر الذي بينك وبينه في السراء والضراء. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من إفشاء الأسرار التي تكون بين الزوجين، لأن هذا فيه خيانة وكشف للعورات. وعمر بن أبي ربيعة يقول: لا أخون الخليل ما عشت حتى ينقل البحر بالغرابيل نقلا. وقيس ابن الخطيب يقول: كتوم لأسرار الخليل أمينها، يرى أن بث السر قاصمة الظهر. وأبو فراس يقول: وإني يا من صفت منه سرائره، وصح باطنه منه وظاهره، وما أخوك الذي يدنو به نسب، لكن أخوك الذي تصفو سرائره. أين الخليل الذي يرضيك باطنه مع الخطوب كما يرضيك ظاهره؟ والمنتصر ابن بلال يقول: وكم من صديق وده بلسانه خؤون بظهر الغيب، لا يتندم يضاحكني كرها لكيما أوده، وتتبعني منه إذا غبت أسهم. أيضا من الصفات الصدق في المودة، فلا بد أن تكون هذه المودة صادقة. أيضا من الصفات المطلوبة في هذا الصديق وفي هذا الجليس المروءة، كما أسلفت قبل قليل، لأنها تحمل صاحبها إلى المعالي وتصونه من الدنايا وما يؤثر على شخصيته وعلى سمعته. فالإنسان الذي لديه مروءة يصون نفسه ويحشمها من أن تتردى في مستنقعات الرذائل والدنايا. بهذا يتضح لنا معاشر الإخوة أن اختيار الجليس مهم، ومصيري في حياة الإنسان، وأن له تأثير في عاقبته، وربما يكون هذا التأثير سلبياً يؤدي إلى نتائج خطيرة. فعلى المسلم وعلى كل واحد منا، ولا سيما الآباء، أن يجتهدوا في اختيار الأصحاب والأصدقاء الخيرين والصالحين لأبنائهم ولأولادهم من بنين وبنات، وليتنبهوا أن أثر الصديق قد يكون أعظم من أثر البيت ومن أثر المدرسة ومن أثر الوالدين. فعلى المسلم وعلى كل والد وكل والدة أن يجتهدوا وأن يحتاطوا في أصحاب أولادهم، حتى وإن كانوا من الأقارب. فكم من الأقارب من كان سيئاً أفسد ابناً أو أفسد ولداً أو أفسد بنتاً، ثم صعب على والديه السيطرة عليه، فأصبح ولا حول ولا قوة إلا بالله لبنة فاسدة.
ونبتة موبوءة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا الجلساء الصالحين الناصحين، وأن يجمعنا في دار كرامته كما وصف الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وختاما أشكر لكم حسن إنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع الخير فيتبع أحسنه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وبعد، جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور على هذه الكلمات النيرات والعبارات النافعات، ونسأل الله أن تكون له رفعة في الدرجات. أما عن الأسئلة، السؤال الأول يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي الوسائل والطرق التي يمكن بواسطتها يتم إبعاد الأبناء عن جلساء السوء؟ أول هذه الوسائل استشعار المسؤولية، لأن بعض الآباء والأمهات هداهم الله يظنون أن المسؤولية تجاه هؤلاء الأبناء هو الإنجاب والعناية بصحتهم الجسمانية، لكن ما سوى ذلك قد لا يولونه الاهتمام المطلوب، ولا يستشعرون مسؤوليتهم تجاه هؤلاء الأبناء في الدنيا وكذلك في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما هو فقط أنفسكم، بل حتى هؤلاء الأهل من الأولاد والزوجات أنت مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فاستشعار المسؤولية أمر مطلوب. الوسيلة الثانية أن تجتهد أنت في اختيار الأصحاب، ما تترك لهم، لأنهم قد يكونوا سفهاء وعلى أحسن تقدير قليلي التجربة، ما عندهم من الإدراك والفهم الذي عندك، فعليك أن تجتهد في اختيار الأصحاب، ولا تترك للعلاقات الاجتماعية، ولا تترك للمدرسة، ولا تترك للسوق، هو الذي يكون لأولادك الأصحاب ويكون لهم العلاقات. لا، يجب أن تجتهد مثل ما تجتهد في العناية بصحتهم الجسمية، أيضا باختيار الجلساء، لأنهم هم الذين يكونون شخصيتهم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الطريقة للابتعاد عن جلساء السوء وإن كنت متورطا معهم بأشياء سيئة وفعلت أشياء سيئة، علما أنني حاولت التوبة عدة مرات لكن لم أستطع؟ نرجو من فضيلتكم ذكر قصص للعبرة. بالطبع، من أبرز القصص في مثل هذه الحال قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فأمره العالم أن يترك هذه البلد لأنها بلد سوء،
وينتقل إلى بلد أهلها أهل صلاح، فأدركته منيته في الطريق بعد أن علم الله صدق نيته. المهم أن الإنسان إذا بقي في هذه البيئة السيئة غالباً ما يرجع وينكص عن توبته، وإلا فالتوبة تجب ما قبلها، كونك أسأت وأذنبت وفعلت وفعلت حتى لو أشركت بالله فالتوبة تجب ما قبلها، لكن المهم أن تغادر وأن تهجر هذه البيئة التي وقعت فيها تلك الموبقات، يعني تقاطع أولئك الناس الذين عاشرتهم على مواقعة هذه الذنوب، وإلا فإن بقيت معهم بزعم أنك تريد إصلاحهم فإنك غالباً ما تنتكس وهم باقون على حالهم. فأولاً أصدق التوبة مع الله سبحانه وتعالى، وثانياً غادر هذه البيئة وقاطعها مقاطعة كاملة، وأصحابك هؤلاء يتولاهم أناس جدد ليس بينهم، يعني جدد من الأخيار ومن الصالحين يتولون أمر إصلاحهم، لأنه ليس بينهم علاقات وذكريات قد تكون سبب للعودة والانتكاسة مرة ثانية بالنسبة لك لو بقيت معهم. يقول السائل فضيلة الشيخ: لي أصدقاء قد يكون فيهم أناس غير صالحين أو غير أخيار، ولكنهم ذو رحم، هل أقاطعهم أم لا؟ أولاً الإنسان يعرف من نفسه هل هو يؤثر أو يتأثر، وعلامة ذلك قدرته على السيطرة على هؤلاء الناس الذين يجالسون، فإن كان هو صاحب الكلمة فيهم بحيث إذا كان هناك منكر يستطيع إزالته، ليس لهم من النفوذ والمكانة في نفسه ما يجعله يخجل أو يجامل، فإن كان في مثل هذه الحال فعليه مفارقتهم وألا يجعل لهم من الصلة إلا بقدر الواجب من صلة الرحم، لكن علاقة مجالسة طويلة محبة صداقة لا. ولا تقل هؤلاء أناس ليس فيهم شر وليس فيهم انحراف، لأن الإنسان الذي لا ينفعك غالبا يضرك، ما في طريق ثالث، وعليك أن تختار لنفسك من يرفعك في درجات الخير ودرجات العلم، من تبني من خلال مجالسك معهم تبني بها قصرك ومصرك في الدار الآخرة، لكن ما تعمر دور الجنة مع هؤلاء الغافلين مع هؤلاء التائهين، بل ربما لا تعد أنت الغيبة والنميمة، وهي مما تعمر به مجالس أمثال هؤلاء لا تعدها، لأنها أصبحت الآن كأنها أشياء لازمة لنا في حياتنا. كثير من الذنوب، مع أن أنس رضي الله عنه، وفي عهد أنس ما بعد مضى على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 80 سنة، يقول إنكم لتصنعون، وفي جيل التابعين اللي هو خير جيل في هذه الأمة بعد جيل الصحابة، يقول إنكم لتصنعون أو لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر،
كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فكيف لو شاهد أنس رضي الله عنه واقعا كيف سيقول؟ فالآن أصبح لما نقول الآن في ميزاننا هؤلاء الشباب يعني ما فيهم إن شاء الله الشر، تجد عندهم الغيبة والنميمة واللعن والتخلف عن الصلاة أو التأخر عنها أو فوات الصلاة أو شيء من هذا القبيل، هذه أشياء أصبحت بالنسبة لنا أشياء معتادة وعادية. المهم ما يشرب الخمر، المهم ما يزني، المهم ما يشرب ما يتناول المخدرات، المهم ما يقتل، هذه في نظرنا هي الذنوب والمعاصي والانحرافات. لكن بالنسبة لي تفوت صلاة صلاتين، الغيبة أيضا نسبح فيها ليل ونهار، غير ذلك من الذنوب، هذه ما تعتبر شيئا لأنها أصبحت في مجالس الصالحين وللأسف. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا شاب ولي أصدقاء، ولكن كيف أعرف في البداية الصديق الصالح والصديق الطالح من أول الصداقة؟ أنا من الممكن أن أعرفه بعد المعاشرة، لكن السؤال قبل المعاشرة. لا، هو المطلوب أن تختار قبل أن تتخذه جليسا وصديقا، وأن تختار وفق المعايير التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي وردت في الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعلامات الإيمان والتقوى معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فرجل محافظ على الصلاة، ورجل سره وعلانيته سواء، ورجل فيه شعب الإيمان التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان 64 أو 74 شعبة، ترى في صفات الإيمان، ترى في صفات التقوى، يعني يتحرج حينما يعلم أن هذه معصية. أما يواقع المعصية بقلب بارد لما يكون هناك شهوة يتعلق بها قلبه، قد يتأخر عن الصلاة وقد يتركها بالكلية. مناسبة من المناسبات قلبه معلق بها، طيب وين هذا وعن التقوى؟ هذا الشاب تعرف منه إنه قد يكون عنده محبة لبعض المعاصي، يود أعداء الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا العدو يعني لم يشهر السلاح بوجه المسلمين لكنه يبقى عدو، وإن كان فنان وإن كان كذا وإن كان كذا، فإذا شعرت في قلبه ميل ومحبة ومودة، هذه علامة أنه في قلبه نفاق وما عنده تقوى ولا ورع. إذن فأنت تختار وفق هذه المعايير، العقل، المروءة، الإنسان الذي لا يبالي بمروءته تجده يعني يتصرف تصرفات لا تليق بأصحاب المروءة. إذن أنت بهذه المعايير وبهذه الصفات تحدد من تختار لمعاشرته ولمخالطته ولمصادقته. ما هو تصادق تقول حتى أكتشفه، لأنك ربما في تلك المرحلة ما عاد تستطيع الرجوع أو لا تستطيع مفارقته. يقول السائل فضيلة الشيخ، يوجد لدي أصدقاء غير ملتزمين لكنهم يكنون لي المودة والصداقة والمحبة، وحيث إنهم يستمعون لي عندما أوجه لهم النصح، حيث إنهم عندما أحضر لا يدخنون ولا يشغلون التلفاز ويراعون حضوري بالكلام الطيب، فماذا تنصحونني به وجزاكم الله خيرا؟ أقول أن مثل هؤلاء قد لا يكتسب الإنسان من مجالستهم خيرا، بل
مؤشرات الخطر تلوح، لأنهم قد يقدرونك ويحترمونك ردحا من الزمن حتى يتجاسرون عليك وترتفع الكلفة التي بينك وبينهم، وحينئذ يصارحونك ويواجهونك، لأنهم مهما كنت لا يسمحون لك أن تسيطر على رغباتهم وأن تحول بينهم وبين شهواتهم مما يريدون الحديث فيه أو مشاهدته. فإذا كنت تحبهم وتحب مثل هؤلاء فلا بد أن تستعين بعد الله سبحانه وتعالى بمجموعة من إخوانك الذين يجعلونك في موطن قوة، في موطن تأثير لا تأثر، بحيث إما أن يستجيبون وإلا في أقل الأحوال ينسحبون، وتفارقهم وأنت على خير، وإلا فقد تكون البداية على هذه الحال لكن تكون النهاية على غير هذه الحال، مما لا تحبه لنفسك ولا ترضاه دنيا ولا أخرى. فنصيحتي أن لا تواصل مثل هذه العلاقة ومثل هذه المجالسة ما دام أنك لا تكتسب منها علما ولا خيرا ولا شيئا من الصالحات والطيبات. تقول السائلة: شيخي الفاضل، أنا فتاة قليلة الخلطة مع الأهل، وأنا معهم في المنزل، وذلك لأنه يوجد جهاز التلفاز، وأنا أكره هذا الجهاز وأكره الجلوس في المكان الموجود فيه، ولكن والدتي تتضايق من قلة جلوسي، فما توجيهكم لي؟ علما بأني وضحت لهم ذلك، أفيدوني مأجورين. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الأخت الثبات ومزيد التوفيق، وأن يحسن لنا ولها العاقبة بناء على هذه الرغبة والاهتمام والعناية. ولكن أود أن أنصح لهذه الأخت وأمثالها أن تستفيد من موقعها في هذا المنزل، فتصبح عنصرا مؤثرا. ووسائل التأثير كثيرة ومتنوعة، قد يكون الإنسان داخل المنزل أو داخل المجموعة يعني ليس له جاذبية، فينبغي والحالة هذه أن يتحبب إلى هؤلاء الذين يعيش معهم ويجالسهم ويعاشرهم، أن يتحبب إليهم بالخير، أن يقوم في خدمتهم، يتحبب إليهم بالهدايا حتى يكسب قلوبهم، وحينئذ يبدأ بحملهم على ما يرى أنه خير لهم في الدنيا والآخرة. أما الانقباض والانطواء والاعتزال فهذا أمر غير مطلوب من المؤمن، إلا إذا أيس، وهذه حالة لها بالطبع وسائلها ولها اعتباراتها، فحينئذ يبدأ يصاحب بالمعروف، لكن لا يلزم أن يحضر كل مجلس وإن كان فيه معصية، ما هو ملزم لا شرعا ولا عرفا، يصاحب بالمعروف ويقوم بخدمة والديه. لكن أنا أريد من أمثال هذه الأخت، وقد يكون هناك من ما شاء الله الإخوان في بيوتهم، أن لا يكونوا سلبيين حتى وإن كانوا صالحين في أنفسهم، بل لا بد أن يكونوا عناصر بناءة وعناصر مؤثرة في هذه الأسرة، ويستغل أثر أو تأثير المحبة والجاذبية التي تكون تجاهه في حمل هذه الأسرة
على الخير وجادة الصلاة. تقول السائلة فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من الأخوات ارتبطنا مؤخراً بزميلات لنا عليهن بعض المخالفات الشرعية الظاهرة بهدف دعوة إلى الله تعالى عن طريق مصاحبتهن، ولكن انتقدنا من بعض الخيرات بأن وضعنا أنفسنا موضعاً لا يليق بطالبات علم، فما الحل برأيكم؟ أنتركهن فيزدن خطأً أم نجالسهن مع كراهية البعض لذلك، مع العلم أن جلوسنا معهن له أثر في ضبطهن؟ كما أسلفت قبل قليل، ما دام أن الإنسان في موقع التأثير فهو على خير، بصرف النظر عن كون مثلا هذا الشخص أو هذه الفتاة التي عليها سيم الخير وسيم الاستقامة في وسط مثلا أو مثلا مجموعة من الأخوات التي عليهن سيم الخير، قد تكون وسط مجموعة يعني عليهن بعض الملاحظات، لكن ما دام الإنسان في حالة تأثير وما دام هؤلاء الأخوات في حالة تأثير أو في حالة ضبط لسلوك هذه الفتيات أو هؤلاء الفتيات المنحرفات، فبالطبع هنا فيه تحقيق مصلحة وهن مأجورات إن شاء الله، ولا يضرهن يعني عتب وتأنيب بعض المحبات اللاتي قد يجهلن الآثار المترتبة على ما تقوم به هؤلاء الأخوات من ضبط لسلوك هؤلاء الفتيات، لكن حين يشعرن أن ليس هناك تأثير أو أن المسألة أصبحت عكسية، أصبح هناك تأثر بحيث أنه صار هناك مجاملة في لبعض المنكرات، فحينئذ ينبغي المفارقة والاعتزال حتى تصون المسلمة دينها وما هي عليه من الخير والصلاة. تقول السائلة: أعاني من مشكلة تواجهني في ديني، وهي عندما أجالس قرابتي وأعود منهم أحس بقسوة في قلبي، وأفكر أحيانا بما دار بيني وبينهم من حديث، فماذا تنصحوني مع أني أجاهد نفسي عن هذا ولكن تغلبني نفسي؟ هذه الأحوال المتقلبة يعاني منها كل مسلم وكل مؤمن وكل سائر إلى الله والدار الآخرة، حتى الصحابة رضوان الله عليهم، كما شكى حنظلة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: نافق حنظلة. فهذه مشكلة يعني تؤرق كل مؤمن، وكل ما يزداد إيمانك كل ما تتعمق عند هذه المشكلة، ولكن كيف ينال الدرجات عند الله سبحانه وتعالى إلا بهذا الصراع وبهذا الجهاد؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فالإنسان يزور أقاربه فيعود بقلب غير القلب الذي ذهب به إليه، يخرج إلى السوق يرى من المنكرات ما تفطر القلب وتجرح النفوس وتدمي القلوب، فيعود بقلب غير القلب الذي خرج به من المسجد، غير القلب الذي خرج به من الحلقة، من الدرس، من مجالس الذكر، لكن عليه أن يراجع إيمانه وأن يعاود ويلجأ إلى الأسباب الموصلة بالله سبحانه وتعالى التي تقوي رابطته بالله سبحانه وتعالى، كلما حصل كلما شعر بفتور أو ضعف، مثل الذكر، تلاوة القرآن، مجالسة الصالحين، قيام الليل، الخلوة بالله سبحانه وتعالى، المحافظة على الفرائض، كل هذه وسائل لتجديد الإيمان ولتقويته. كلما أصابه فتور أو ضعف بسبب ومن هذه أو بأسباب
منها ما ذكرته الأخت حينما تذهب لزيارة أقاربها وما تشعر به في قلبها. يقول السائل: هل يندرج في الصداقة والصحبة أيضاً ملازمة النظر في إنتاج أهل العلم والتقى وكذلك أهل الفسق والخنا من إنتاج مكتوب أو مسموع أو مقروء أو مرئي، وما مدى تأثير ذلك على الإنسان إيجاباً وسلباً؟ الحقيقة يعني يشكر لهذا السائل هذه اللفتة. نعم، الإنسان لا يتأثر بالجليس الذي يباشر مجالسته، بل قد يتأثر بمجرد المشاهدة، يتأثر بمجرد السماع. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ما أدركهم لا في أفعالهم، فقال: أنت مع من أحببت. فقد تنشأ محبة من خلال قراءة، من خلال مشاهدة، من خلال سماع، قد تنشأ محبة، وإن كان أكثر الوسائل هي المجالسة. ولذا فينبغي للمسلم وينبغي للمؤمن وينبغي للصالح أن يتجنب مخالطة السيئين والمنحرفين بكل ما تعنيه هذه العبارة أو بكل ما يعنيه هذا الوصف، سواء كانت مخالطة في مجالس أو من خلال القراءة في الكتب والمقالات أو سماع الخطب والأحاديث، لأنها قد تترك أثر على القلب، وقد تبني علاقة ومودة ومحبة تجاه هذا الإنسان. ولو لم يكن إلا تكثير سواد المتأثرين بمثل هذا المنحرف وهذا الفاسق لكثرهم الله. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه المواطن الموضوعة، حتى ولو كانت من خلال مقالات ومن خلال كتب ومن خلال روايات ومن خلال أحاديث ومن خلال أياً كانت هذه الوسائل التي تكون رابطة بينه وبين أمثال هؤلاء المنحرفين. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، لدي أخت في الله شديدة التعلق بي، ولكن نفسي لا ترتاح معها، ولكن لخوفي من النتائج السلبية لو أخبرتها بذلك أو تركتها فإنني أحادثها وأكلمها مع عدم راحتي لها، وهي على قدر من الخير فيما أراه، ولا أزكيها، فماذا أفعل؟ شاكرين ومقدرين. بالطبع، كما أن العشق والمحبة أحياناً الإنسان لا يستطيع التحكم فيه، فكذلك الكراهية. وزوج الاثنتين يستطيع أن يعدل في الأشياء الظاهرة، لكن الأشياء القلبية يصعب عليه. لكن مع ذلك يعني هذه الأخت تشكر عليها أنها راعت مشاعر هذه الأخت الأخرى ولم تجرح عاطفتها، وما تبديه من أحبة لها. فعليها أولاً أن تعالج هذه الكراهية التي لا يظهر أن لها سبب
سائغ، وإنما تشعر بكراهية لكن من دون سبب ظاهر. فعليها أن تعالج مثل هذه الكراهية في نفسها، وتجاهد نفسها وتقنع نفسها أن محبة أهل الخير يؤجر عليها المسلم ويكتسب من ورائها خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فينبغي أن يكون دائما، أن يقوم في قلوبنا تجاه إخواننا من المسلمين والمؤمنين مثل هذه المعاني، تنشأ محبة لأولياء الله سبحانه وتعالى من المؤمنين، ويستشعر الإنسان الأجر عليها من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها أنا في أثناء المحاضرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. من هم هؤلاء؟ صهيب وبلال، موالي. الإنسان يجد في نفسه عزوف، يريد أن يجالس الأشراف، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره أن يصبر ويتصبر على مجالسة أمثال هؤلاء الذين، كما يقول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني ما في سبب مقبول ومنطقي للإعراض عنهم إلا إن كان إقبال على زهرة الدنيا. فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه كما يجاهد نفسه على الطاعات، يجاهد نفسه أيضاً ويصبرها على محبة إخوانه، وأن يستشعر أن هذه المحبة مأجور عليها كما يؤجر على الصدقة وعلى الصيام وعلى نوافل العبادات. جزا الله لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التويجري على هذه الدرر البهية والجواهر الزكية واللفتات الإيمانية، كما نسأله سبحانه أن يرفع مقامه في عليين، وأن يجعله مع النبيين، وأن يجمعنا وإياكم ووالدينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما نسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وننبه الإخوة والأخوات للمحاضرة القادمة يوم الثلاثاء الموافق 13/7/1421. ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. وإلى لقاء مع شريط آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12682.